مرحبا بكم في برنامج كلام. عندي 30 سنة في التلفزيون، باش نعمل مليون مشاهدة نضرب جمعة ولا جمعتين، أما على كلمة عشاش طيب عشاش والروس تحرق مليون في 15 ساعة طيب علينا هيك والروس تحرق عيني يا عيني على عشقين حيارة مظلومين. انت عندك مشكلة مع الإعلام يا أخي؟ إذا كان يا أخي شبيك عامل خوضة كل مرة عامل ندابة انت ومنشط اللي ما يحترمش الموسيقيين والفنانين أنا نقف له لأنهم هما استنسوا إهانة الفنان التونسي في الحصص التلفزيونية. قريت هذا شيء تسمى قلت ايش كمل فكرة يا علي تهدد فيا معناتها اعتبرها تهديد اعتبرها تهديد. من حبة مدفونة تطلع القبة خضراء ومجنونة. اخزر لي في عينيا حبيت بعنف ولا حب هادي؟ حبيت بعنف عنيف في الحب. اي ما نحب بالحق وتخليت وي ولازم نعيش الله قرب كمان تعالى حبيبي لا بعد مكان. انت ابتديت صدك وهجرك مش انا وانا ما نسيت يلي نسيت ايامنا لا يا منايا لا 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 مش انا. عيات بهالخطوات تمنات كل عصفورة تطير تحلم بغرام كبير وهي صغيرة في التصوير. خاطر باش نظلم روحي باش نظلم العبد لذاك زاد اللي حب ضحيت بيه. هي ما تعرفش عليها الدنيا. نجم ترجع زعما؟ ما تعرفش عليها. ولا مرة يا حبيبي جمعنا يا حبيبي جمعنا الهوى يا حبيبي. بالخيط الأبيض بكت الشمعة فسود الخيط على ضوء الدمعة. حبيش نطور خاطر كان طول نجم نجيبهولك الضيف توا توتسويت لا نجيبه توتسويت اللي حبيت. لما عيوني شافت عينيك عيني بالليل يا روحي وغارت علي. شو مشكلتك مع بي؟ انتوما الاعلاميين سامحني عليه ما استنستوش ما تعودتوش شكون يقول لكم يا ولدي كفى يز وسيبوا الفنان كل سخرية واستهزاء وتطيح قدر. هذا اللي قاعد صاير. شو العدو برنامج العدو رقم الكل. واحد معقول ما يتقالش أي العدو رقم واحد ما فماش برنامج عدو عاود شو تعاود اسألني في آخر الحصة لا العدو رقم واحد لا هذا رأيك أنت. ما في الحنفية ماء ولم يجد في الثلاجة ماء وجدا حلق لحيته برغوتها فنمت له لحية سكرانة. انستغرامور ادماجهم في النظام الجبائي العادي كما تم طلب 140 شخص من صانعي المحتوى بدفع اداءات بقيمة 14 مليون دينار. وبيني وبينك اذا اقول لك الدولة قاعدة تحك في جنابها. يوم الخميس ينام مع ليلة الجمعة مرة في الأسبوع. عايشي سنين أحلام دايبين فأحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف من الأيام.